أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة، ونحييكم من جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر. أعزائي المشاهدين، بحيي حضراتكم وأهلا بكم، وهذا اللقاء الجديد في رحاب الجامعة، هنا في رحاب جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر. يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. معالي النائب، يعني أولا منورنا وأهلا بحضرتك، وإحنا سعداء أن احنا نجي هذا الصرح العظيم فعلا. يعني أهلا بك دكتور خالد، وشرفتنا قناة طيبة يعني عشرة عمر معانا، وأهلا بالفريق المرافق لحضرتك، ونورت مدينة طيبة بالأقصر في رحاب جامعة طيبة التكنولوجية. سيادة النائب، يعني عايز أتكلم عن جامعة طيبة التكنولوجية، عايز أدي صورة بانورامية لكل مشاهدينا عن هذه الجامعة. جامعة طيبة التكنولوجية دي يعني إحدى الجامعات اللي انشأت تحت التوجه الرئاسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان في ثلاث جامعات تكنولوجية في البداية من 2019، زيدوا سبع جامعات عليهم، دي توجه رئاسي الجامعات التكنولوجية، فاحنا احدى الجامعات التكنولوجية. الجامعات التكنولوجية على وجه العموم كل جامعة تكنولوجية مختصة بخصائص المنطقة اللي هي فيها. لو اتكلمنا عن جامعة طيبة التكنولوجية، فجامعة طيبة التكنولوجية عشان احنا في مدينة الأقصر وامتداد مدينة أسوان، فعندنا في جامعة الأقصر كليتين، كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، كلية تكنولوجيا الصناعة وطاقة، فالاثنين دول بيخدموا المنطقة على أساس منطقة الأقصر وفيها مناطق صناعية بالصناعات الخشبية وغيرها. وطبعا أجمل فيلد وأوسع فيلد والمكان الفيلد المفتوح على مستوى العالم الأقصر وأسوان في السياحة، فإحنا عندنا كليتين شغالين على هذا المجال، يبقى كده إحنا متميزين بالمنطقة اللي إحنا فيها. من وجهة نظري وحضرتك أدرى، الطبيب لما بيجي يتخرج بياخد سنة تدريب اللي هي سنة الامتياز أو سنتين عشان ينزل لسوق العمل جاهز ومتدرب. جامعات التكنولوجية بتغطي هذه الفكرة، كأن لاعب هينزل الملعب لازم يعمل فترة إحماء جيدة عشان ينزل الملعب جاهز. فاحنا عندنا في جامعات التكنولوجية أو يعني على وجه العموم الدراسة 60-40، 60 عملي و40 نظري، يعني كل شغله عملي في النسبة الكبرى. عندنا الدراسة برضو 2+2، يعني سنتين وياخد دبلوم تكنولوجي عالي، يكمل ثالثة ورابعة يبقى كده 4 سنين ياخد بكالوريوس تكنولوجي. الجامعات التكنولوجية لما بيتدرب الطالب 60% بيروح عند مؤسسة دكتور خالد، مؤسسة عم محمود، مؤسسة فلان، المصنع الفلاني، يبقى انت كده دربت الطالب عندك، اكتسب مهارات وسقلت الخبرة عادي بتاعته عندك بنفس المجال اللي انت بتشغله فيه، يبقى كده ده انت ضامن خريج متدرب عندك، مش لسه هيجيب لك شهادة خبرة او تدريب من مكان اخر. فاحنا دي كانت احدى
الحاجات اللي استندنا عليها. لما عملنا ملتقى توظيفي في الجامعة حضرت معانا حوالي 50-55 شركة، وكان اليوم ده ومازال مسجل وموثق معانا في المركز الإعلامي في الجامعة. أصحاب الشركات والمصانع طلعوا على الستيج في المسرح وبيتكلم بيقول أنا هاخد 10 فرص وظيفية من جامعة طيبة، دول تدربوا عندي. الفندق الفلاني أنا هاخد 20، أنا هاخد 10. كانت حاجات حقيقية وواقعية، لأن تدربوا عنده، عارف مهاراتهم، وعندنا طلبة دلوقتي بتشتغل بارت أوف تايم، يعني بيدرس وبيشتغل في بعض الأوقات. ده جاي من فين؟ من فكرة التدريب، لأنه بيدرب بيطلع أسبوعيا تدريبات للأرض الواقع، بالإضافة إلى من 6 إلى 8 أسابيع دي في سنة أولى عشان يدخل سنة تانية. وحضرتك هتشرفنا دلوقتي وهتشوف مناقشة للتدريبات في أي كلية من كليات الجامعة. طيب عايز أتكلم معالي النائب عن نوعية الطلبة اللي هم بيلتحقوا بالجامعة التكنولوجية. يعني إيه مواصفات الطالب تعادل الثانوية العامة؟ وهل بيبقى ليها تنسيق او لا؟ يعني كل هذه التفاصيل بتشغل بال الناس، وخاصة ان التجربة وليدة، فبالتالي احنا عايزين نخلي الناس معانا على دراية بهذه التفاصيل. الجامعات التكنولوجية دي جامعة حكومية، الناس فاكرة انها جامعة خاصة، لا دي جامعة حكومية زي اي جامعة حكومية برسوم رمزية، يعني برسوم رمزية مقارنة بالمصاريف. احنا بندخل تنسيق، جامعات التكنولوجية بتدخل تنسيق زي اي جامعة حكومية، بناخد نسبة من 20 إلى 30% ثانوية عامة و70% دبلومات ومعاهد فنية تنسيق. يبقى كده احنا بناخد دبلومات والمعاهد الفنية من 60 إلى 70% من نسبة الطلاب، من 20 إلى 30% ثانوية عامة. ده تنسيق حكومي وعادي بينا زي اي جامعة ببطاقة الترشيح، وبيكمل اوراقه وبيستوفى ملفه وبيدرس عادي. يعني احنا دلوقتي جارين، فهتبقى في لائحة موحدة لكل الجامعات التكنولوجية، جاري اعدادها بنظام الكريديت اور، لكن كل دلوقتي شغالين بلائحة واحدة كل العشر جامعات زي بعضنا يعني. لكن في لائحة موحدة هتطبق على كل الجامعات، بحيث لما طالب ينتقل من طيبة يروح مثلا سمنود، يروح برج العرب في اسكندرية، يبقى كله ماشي على نفس السيستم وعلى نفس اللائحة. المسائل اللوجستية، مقر الجامعة هو الولاية فيه لجهاز مدينة طيبة الجديدة، ولا هو ده ملك الجامعة؟ هل دي أصول للجامعة، ولا هي يعني لسه ما عندهاش بناية خاصة بيها؟ لا لا لا، المكان هنا ملك الجامعة، يعني احنا نتبع جهاز مدينة طيبة إداريا، يعني طبعا عشان محافظة ومحافظة الأقصر بصفة عامة، لكن المكان هنا ملك الجامعة. احنا اكبر مساحة على مستوى الجامعات التكنولوجية العشر، 39,000 متر، يشمل هنا عندنا مسرح، سكن 5 ستار، مدينة للطالبات لأعضاء التدريس للطلاب، عندنا مكان اجتماعات، قاعات تدريسية، وحضرتك هتستعرض المبنى دلوقتي كاملا، يعني احنا مبنى متكامل، كامبس كده متكامل، وخلاص وصلنا كل شيء اكتمل بإذن الله الحمد لله، من معامل، من ورش تدريبية، كله مكتمل باستثناء يعني خلاص يعني بنستكمل الفندق بتاع الطلاب والطلبة وأعضاء التدريس، باقي تشطيبات حياة بسيطة لظروف يعني ما كده إدارية.
الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس جامعة الطيبة التكنولوجية لشؤون التعليم والطلاب. عايز أعرف عدد الطلاب في الجامعة دي، وهل النسبة الغالبة للذكور أم للإناث؟ وعايز أتكلم فرصة، طالما هنتكلم عن أعداد الطلاب نتكلم عن الأنشطة الطلابية. بالنسبة لأعداد الطلاب، احنا بدأنا لنا سنتين، يعني عامين دراسيين، عندنا 1000 طالب، يعني 1000-1050 طالب. ده بالنسبة لسنة أولى وسنة تانية. إن شاء الله المستهدف بالنسبة لنا يعني من 600-700 طالب في السنة، في العام الجديد، يعني هنوصل حوالي 1700 طالب، 1800 طالب في لغاية سنة تالتة. يعتبر ده الطاقة الاستيعابية بتاعتنا. نستوعب أكتر من كده، بس احنا عايزين الكواليتي في الخريج، يعني ممكن ناخد أعداد أكبر، بس احنا هدفنا عشان القصة كلها عندنا تدريب وعندنا حاجات عملي، فلازم الطالب ياخد حقه كفاية من التدريب ويطلع متمرس وجاهز لسوق العمل. ده بالنسبة لنا. بالنسبة للأنشطة لا لسه، احنا كان عندنا في طلبة هتتخرج بعد سنتين، الى الان كله بيكمل سنة تالتة عشان ياخد بكالوريوس، يعني ما حدش جه طلب مننا لغاية دلوقتي يعني يتوقف يعني. وعندنا برضو فرص على فكرة بنديها بالنسبة حضرتك دكتور خالد، يعني لو طالب في سنة تانية بيبقى فيه نسبة مئوية عشان يلتحق بسنة تالتة مستهدفة، يعني بيحددها مجلس الجامعة بالاتفاق مع المجلس التكنولوجي، مجلس أعلى التكنولوجي، الجامعات التكنولوجية. لو افترضنا سي مثلا قالوا النسبة 60% أو 70% والطالب ما حققش هذه النسبة، ممكن يطلع لسوق العمل سنة في جهة معتمدة ويرجع يكمل عندي، يدخل سنة ثالثة. دي نمرة واحد. أو يختار 4 مواد يعمل بيهم تحسين بمصروفات قدر قيمة المادة ويرجع يدخل سنة ثالثة، يعني ما بتضيعش عليه الفرصة. يا يعني إما سنة تدريبية أو أكثر برة، من سنة لثلاث سنين برة في جهة تدريب في مصنع عند الدكتور خالد أو في شركة أو شركة معتمدة، وبمتابعة من الكلية، مش أنا اللي هسيبه، يبقى عندي المتابعة الأكاديمية عليه وبيجيني تقرير عليه ونستوفي الأوراق، والسنة الجاية يلتحق بين سنة ثالثة أو ياخد 4 مواد يحسن بيهم يوصل للنسبة المرجوة. بالنسبة للأنشطة الطلابية، احنا الحمد لله بفضل من ربنا يعني، وعندنا معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل زين، طبعا ده كان في سابقه يعني، واحنا حضرنا بعض في البداية، كان ماسك وكيل كلية شؤون الطلاب قبل عمادة كلية هندسة الطاقة، فملم بالأنشطة الطلابية، فبيدفع دفع وهو عارف بيعمل ايه في الأنشطة الطلابية. يعني معانا في كل الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة مغطاة، من أنشطة رياضية لأنشطة فنية لمشاركتنا الفعالة. رحنا الجلالة مشاركة طلابية، لسه راجعين من أسبوع الشباب بتاع الجامعات التكنولوجية في اسكندرية في معسكر أبو قير، كان مع الوزير ووزير الشباب والرياضة ووزير العمل، يعني كل الأنشطة، مشاركين مع جامعة الأقصر، مشاركين مع كله. وكنا في الطود مع قال هم إعداد القادة. فالأنشطة الطلابية شغالة سواء فنية أو رياضية أو تعليمية يعني. طبعا احنا مشاركين ومعانا بروتوكولات مع جمعيات أهلية هنا كتير، والجمعيات اللي بتحض على الخير، وفي جمعية الأيتام، مستشفى الأورام هنا في الأقصر. يعني احنا الحمد لله يعني ما بنعتبرش ان دي مشاركة، دي أبسط حاجة، حملات التبرع بالدم احنا بنروح لهم وهم بيجوا. والطلبة عندنا فعلا مساهمين، لدرجة ان الطلبة احيانا يعني لعدم يعني دراية المخاطر التبرع باستمرار في فترة متقاربة بيبقى عايز يتبرع أكتر من مرة، وعلى تواصل دايما يعني بهذه القصة. طيب عايز أتكلم سيادة النائب عن الهيكل الإداري بالإضافة لأعضاء التدريس، يعني أنتوا عندكم أعداد كافية للتدريس والهيكل الإداري برضو نعرف الناس عليه؟ بالنسبة للهيكل الإداري وأعضاء التدريس، احنا عندنا بالنسبة للكليتين، كلية صناعة وطاقة وكلية سياحة وسفر، أعضاء التدريس محسوبة بالنسبة للطلاب، لأن احنا عندنا نظام التعاقد السنوي بالنسبة لعضو هيئة التدريس. يعني في نهاية السنة دكتور خالد عايز يكمل معانا بيكتب أنا أرغب، والإدارة لها تقرير عن الدكتور خالد، يعني تقرير سنوي، متابعة سنوية لي من رئيسه في العمل، سواء إذا كان العميد والعميد يبقى مع رئيس الجامعة وهكذا. بالنسبة للصف الإداري، هنا بنقوم احنا على الكفاءة بتاعت الموظف، يعني ما بندورش على عدد، احنا بندور على الكفاءة، لأن عندنا الوقت مفتوح،
بنشتغل من الصبح للساعة 5 مثلا مواعيدنا. طبعا ده بالنسبة لنا في الجهاز الإداري، فالجهاز الإداري مغطى، والجهاز الفني اللي هو أعضاء التدريس ومعاوني مكتمل ومناسب لأعداد الطلاب بالنسبة لنا. خليني اختتم مع حضرتك بهذا السؤال الاخير سيادة النائب. حضرتك مشرف على كلية سياحة وسفر، ويعني اعرف بس اقسام هذه الكلية، ويعني برضو هل في تشبيك بين الكلية وبين سياحة وفنادق في جامعة الأقصر، او بينها وبين المؤسسات الفندقية اللي بره؟ بالنسبة لكلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية دي فيها ثلاث برامج: برنامج تكنولوجيا سياحة وسفر، برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية، برنامج الأغذية تكنولوجيا الأغذية والمشروبات. ده بالنسبة للبرامج، والزملاء يعني هيتكلموا مع حضرتك بتفاصيل أكثر عن الفنيات في هذه البرامج. بالنسبة للتعاون مع كلية سياحة، احنا من ساعة ما جينا الجامعات دي كلها تمثل أخوات في الملعب مع بعض، فاحنا ما توأمة مع كلية سياحة، بنستعين من ببعض أعضاء التدريس في بعض المقررات كانتداب جزء بنظام الساعات. في بروتوكول بيننا وبين جامعة الأقصر وخصوصا كلية السياحة يعني شغالين معاها تماما، وكان في تعاون من أيام ما كان أستاذ الدكتور صابرين عميد الكلية، أصبحت الآن قائم بعمل رئيس الجامعة. التعاون مستمر إلى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها، سواء في أنشطة علمية أنشطة فنية. بالنسبة للمؤسسات السياحية، الزملاء هيكلموا حضرتك، ما فيش مؤسسة سياحية على أرض الأقصر إن لم تخن الذاكرة إلا وله نشاط وتعاون مع جامعة طيبة وكلية السياحة في جامعة طيبة التكنولوجية. بوصفك أول نائب لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ودايما يعني الوقفات التاريخيه دي بيبقى ليها رد فعل، مش عايزه كلام، ان يبقى في تاريخ الجامعه لما نيجي الناس بعد فتره تدخل الجامعه فتشوف بقى يعني فريق العمل، بتبقى حاجه فعلا تتحط في السي في بشكل رائع ومشرف. شايف ايه الفتره اللي جايه بتامله للجامعه ان شاء الله، وماذا تتمنى لها ولطلابها؟ بالنسبة لسؤال حضرتك، ممكن قبل ما أكون مع حضرتك على الهوى قلت لحضرتك احنا لما جينا هنا وجي الدكتور عادل زين رئيس الجامعة قبلنا، كانت لسه يعني في حاجات كتير ناقصة، فبدأ فريق العمل من الرئيس الدكتور عادل للأستاذ الدكتور حمودة للعبد لله مع باقي أعضاء التدريس والفريق الإداري كوجه يعني الأجر والصواب من عند ربنا. وانا اتكلمت مع حضرتك برضو قلت لك ما فيش اي، وهذا الكلام على مسؤوليتي، ما فيش اي مكافأة للموظف ولا العضو هيئة التدريس، كله كان بيشتغل بحب وود الى هذه اللحظة اللي بكلم حضرتك عشان المكان ده يقوم وتراه كما رأيته. فهذا يعني شهادة حق في حق الاخرين، وانا واحد من ضمن المجموعة يعني كلنا. وفعلا هنا الحاجة الوحيدة اللي برضو من ضمن الفروقات اللي حصلها من بوابة الامن لغاية مكتب رئيس الجامعة، حضرتك ادخل واستعرض واسأل من ورانا مش هتحس اي فرق، تلاقي رئيس جامعة ماشي في الطرق عادي. رئيس جامعة لما جه هنا، ودي حاجات من الحاجات اللي شفناها، اهدي مروح
رفض يخليها في مكتبه، كان لسه ما فيش حاجة اشتغلت أي حاجة في الجو الحر بتاع الأقصر، وداها شؤون الطلاب. دكتور حمودة موجود، العبد لله، الإداريين، كلنا بنشتغل بابتغاء الوجه وجه الله، وهذا الكلام على مسؤوليتي الشخصية في أي حاجة تخص غير ذلك يعني. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه المقابلة أتقدم بخالص التحية والتقدير إلى الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشؤون التعليم والطلاب. حتى نلتقيكم، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا لكم وإلى اللقاء.